السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف نرى طريقة تمرير برنامج مشهور جدا اسمه الملتي مان، النسخة الأخيرة كات 81.01، تعمل على النسخة ساكس والنسخة دكس. تجد أسفل الفيديو روابط تحميل البرنامج. طبعا هناك نسخة كات 81.02، نسخة باص، وتجد أيضا رابط تحميل النسخة كات 81.01 نسخة أوبديت. أوكي، يعني أول شيء تقوم بعد تحميل الملفين أسفل الفيديو تضعهم في فلاش ديسك أو دي اس بي أو هارد ديسك يكون مفرمط بصيغة ألفا تترون 2. نذهب إلى خانة الجاستيونر دو باجاج، هذا فيما يخص كاستم ريبوك، او انستالاس في فيجي دو باجاج فيما يخص الكاستمات حبيب او فيروكس او دارك نت او اي كاستم. نذهب الى جاس لونر دو باجاج، ثم نذهب الى انستالاس في فيجي دو باجاج، ثم نذهب الى ستوندار. اوكي، كما تلاحظون ملتي مان كات 81.02 النسخة باز. اوكي، وهذه الملتي مان كات 81.01 النسخة اوبديت. اوكي، اول شيء تقوم به هو تثبيت الملتي مان نسخة باز. اوكي، نضغط على زر اكس. اوكي، الان انا عندي مثبت سوف اثبته، لا مشكلة. حجمه 35 ميجا بايت. اوكي تمام، بعد تثبيت النسخة باز الان نأتي نثبت بعدها النسخة اوبديت لكي يتم تثبيت اخر نسخة التي هي كات 81.01. نضغط على الزر اكس ثم نختار وي. الان يقوم بالتثبيت. تمام، الآن نذهب إلى خانة البرنامج لنؤكد أن إصداره كات 81.01. سوف أدخل إلى برنامج الملتيمان. تمام، الآن تختار الخيارات كلها وي أو يس حسب اللغة التي عندك. تمام، كما تلاحظون هذا هو الملتيمان. الآن نتأكد من النسخة الملتيمان، نضغط على سيستم انفورماسيون. كما تلاحظون الفيرسيو كات 81.01. اوكي، نجي نشغل لعبة مثلا، لنجرب لعبة البي اس اس 2017 لنتأكد انه يعمل مع اخر كاستم التي هو كات 81، سواء السكس او نسخة ديكس. تمام، كما تلاحظون هذه هي اللعبة مشغلة عادي. هذا فيما يخص شرحنا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، في شرح آخر. تحياتي، سلام.